اهلا وسهلا مشاهدينا الكرام متابعي قناه شوف تيفي. كنهديوكم هذه الورود اللي كتشوفوها الان من خلال هذا المباشر وحنا في الطبيعه ديال بلادنا الحمد لله وسط خيرات بلادنا. اليوم كنرحبوا بمشاهدينا الكرام متابعي قناه شوف تيفي اينما كنتم واينما تواجدتم داخل الوطن او خارجه. معكم منير مره اخرى من جماعه السلفات اولاد حداد اقليم سيدي سليمان زقوطه. دائما مشاهدينا متابعي قناه شوف تيفي هذا البث المباشر ماشي مخصص هو نعم نشوفوا الطبيعه ديال بلادنا نستمتعوا بهذه المناظر الطيبه والجميله واللي كتسقي العين، لكن هذه المره جينا باش نشوفوا هذا السيد اللي تحرم من 7 الهكتارات ديالو اللي هو من ذوي الحقوق اللي كما قال الاسم ديالو موجود بالجريده الرسميه. هو يعني قانونيا هو كيملك هذه الارض عن والديه على جدوده، لكن الغريب في الامر هو انه ملي جا يستغل هذه الارض ديالو بحال كباقي الفلاحه يدير فيها الفول ولا الحمص ولا الزرع ولا ما يدير فيها والو كاع كما كنقولوا. لقى راسو ان هذه الارض كيستغلها واحد السيد مترامي عليها واحد السيد بدون موجب حق كيكريها لناس اخرين وكيدخل عليها فلوس، وهذا السيد الان صدق لا ارض لا حتى شي حاجه غريب في بلاده. السي بوجمعه مرحبا بك معنا. مرحبا بك السي بوجمعه على المباشر. ممكن انك تقرب مشاهدي ومتابعي قناه شوف تيفي من هذا المشكل وكيفاش هذا وجع التراب اللي احنا للاشاره فقط، فاحنا في المنطقه ديال سيدي قاسم وهي فين تمثل هذاك الفيلم ديال وجع التراب. الان غنشوفوا هذا الفيلم الحقيقي معك سي بوجمعه الان هذا وجع التراب اللي كتعيشوا الان ومنغص عليك الحياه ديالك. كنشكركم شوف تيفي شكرا لك. مرحبا سيدي. نعم بزاف على هذه المباراه اللي درتوا لنا. مرحبا ومرحبا بكم. انا سميتي بوجمعه بالعربي حراك ام قايده في الجريده الرسميه. نعم السيد جا كيتلاوح علينا على الارض ديالنا زيد دابا ما كنجيو نحرطوها كيتعرض لينا. هذا السيد كيجيك من العائله؟ ما كيجيني. قريب ليكم من ذوي الحقوق؟ لا لا ماشي من ذوي الدوار. لا ماشي من ما ماشي من الجماعه؟ ماشي من الجماعه. ايوا شنو جابوا عندكم؟ وخويا الطرامة ما عرفناش علاش كي دار ودخل لهنا ما عرفناش. ودابا تنطلبوا الحقوق ديالنا من هذاك السيد. واخا سيدي حنا غنمشيو معاك. شوف السي بوجمعه حنا غنمشيو معاك ايطاب ايطاب. هاد الارض هادي خارجه في الجريده الرسميه بالاسم ديالك؟ كاينه في الجريده الرسميه هي عندي. نعم هاد احنا ما غاديش شفت الوثيقه وريتيها لي قبل. درتي دعوى قضائيه؟ درتها في المحكمه؟ درت الشهاده الاولى في 2018 وما رضوش عليا. الدوسي راه في المحكمه وما بغاوش يوريوني لا جواب ولا هادي. واخا درتي محامي؟ درت محامي زيد الاول زيد ودرت المحامي الثاني. علاش حيدتي الاول بعدا؟ ما هو قدم استقاله لراسو ما بغاش يزيد ما بغاش يزيد. قال لي الدوسي مشالسله. ملف كبير. ملف كبير قال لي مشالسله. علاش مشالسله؟ ما عرفتش اخويا علاش مشالسله. انا داعي في سيدي قاسم. اها والدوسي قال لي راه مسلسله ما نقدرش نتبعه. على مال المحكمه ديال سيدي قاسم هي اللي حولاته؟ والله اعلم ما عرفتش انا كيفاش. تنقول لي غير شويه عليك الشريف حنا معاك على المباشر. خذ راحتك خذ خاطرك حنا غادي نتصنتوا لك الان المشاهدين وكذلك كنتمناو حتى الرساله ديالك توصل للمسؤولين اللي كيشاهدونا. بشويه عليك خذ راحتك وعاود لينا حنا عارفين الله يحسن العوان الناس ما عمرها يعني ما عمرك خرجتي في شي موقع ولا في شي حاجه ولا صورتي مع الصحافه. هذه أول مرة كنشوفوا عليك واحد شويه ديال ارتباك الله يحسن العوان. الوالد ديالي احنا دابا غنتصنتوا لك بشويه بشويه. عاود لنا لان هذا المباشر هذا ماشي للمشاهده. هذا باش انت يرجع لك حقك ويترفع لك الضرائب. الان كنشوفوا الارض ديالك محروسه. انت اللي حارتها؟ لا حارت شويه والدوليه كلشي. شحال حارت؟ حارت 2 هكتارات. ايه هي شحال عندك في التوتال؟ عندني 7. 7 دابا 5 هما اللي مضيعين لك. 5 مقطار فيه الزيتون ديال الوراثه. والاخرين داوهم لينا الاخر. اذا 4 اللي بقاو. 4 دابا كيستغلهم هذا السيد الاخر. شحال كيكريهم؟ اخويا ما نقدرش نعلم عليك بشحال. واخا وهاد الناس اللي كيكري ليهم ما عارفينش راه البلاد ديال بوجمعه؟ عارفينها هما حرطوها. هما كانوا تيحرطوها ديجا كيكروها من عندنا وحرطوا معنا بالنص. كيكروها من عندك انت؟ كيكروها من عندي وحرطوها معنا بالنص. وكندو نصنا وملي شنا عليهم ما كانش السفيه وحنا ندير النص ديالي. وقفتوا معاهم المسائل؟ وقفنا المسائل يعني. واخا نسولك واحد السؤال اخر وخذني على قد عقلي انا ما فاهمش. هاد الارض ملي كتكريها واش كدير شي عقد؟ لا ما داكشي عرفي. قديمة هادشي عرفي بينا. لا حتى دابا راه باقا مكريه. لا دابا كنكري ديالي كنحرط هاد 2 هكتارات. لا دابا انا كندوي دابا هاد السيد كاريها هو ملي كاري دابا لهاد الناس اللي دابا حارتينها ومستغلين هاد 4 هكتارات. واش كاري لهم بشي ورقه؟ ما كاين لا ورقه لا والو. ما كاين لا ورقه لا والو. صافي عطيني ديالي نعطيك ديالك الله يعاون. ديالي مطال الدار هو. هذاك السيد كيدي لهم الفلوس طال الدار.
درتي المحامي الثاني؟ درت المحامي الثاني. اي اش قال لك تاو؟ قال لي اعطي زيدك قطار وخلي لي الاخرين. احنا ولينا في المساواه. هذا الشيء اللي قال لي المحامي الثاني. اي ايوا قلت له اعطيني الملف ديالي خلينا نمشي ندبر على راسي. درتي المحامي الثالث؟ المحامي الثالث. زيد دابا حنا مع المحامي الثالث. نعم اش كيقول المحامي الثالث؟ باقي ما قال لي والو. نعم باقي حتى هو يلاه كيطالع الملف. طالع الملف. نتمنوا ليه التوفيق في هذا الملف الشائك اللي كيتبدل على المحاميين ما فهمناش علاش. ما عرفتش اخويا دابا ثلاثه الشكايات. نعم. ثلاثه المحاضر عند الجندار. والو ولا علاش محاضر ديال الجندار مع الترامي؟ على الترامي وكل شيء. الترامي والارض والزيتون. شحال دابا هو مستغل لك الزيتون؟ تيقول لي تيقول لي الزيتون خوضو. اها القايد الزيتون تيقول لي خوضو والارض ديهاش. علاش؟ وما عرفتش انا علاش. هذا هو المشكل اللي ما بغيتش تفهم لي انا. لا يعقل هذا السيد. دابا هو اللي مزروع. تيزيدو تيزيد هذاك اللي كاري البلاد تيسرح لي فيه و تيقطعوا لي بالمنشار. راه كنشوفوا شي واحد دابا سارح. راه هو هذاك اخوه اللي سارح لي تما في الجنان. دابا حاليا انت شتي بشتي بعينك و تندعي مع الله. لا اله الا الله. عندك وليدات ابو؟ عندي اربعه الوليدات. ايه عندي اربعه الوليدات. كيدير مع الدنيا وكيدير مع الحياة. وخويا راه واحد الوليد هو اللي خدام عليا انا وتنتعاون انايا شويه نحرك مع الناس مع الولاد زواد في التبنيت مره في. ودابا دابا دابا السي بوجمعه اللي شاف هالطبيعه واللي شاف هاد 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 الخير اللي قدامنا اللي عطانا الله سبحانه وتعالى والله العظيم الى القلب ديالو كيرتاح. ولكن ملي كتجي كتشوف بحال هاد المشاكل. الظلم الظلم اخويا الظلم. نعم. ظلموني ظلموني تندعيهم لله لله ربي تنبغي تندعي يوميا تنصلي الفجر وكل شيء كنصلي وتنقول يا ربي يا ربي تبين لي حقي وتنطلب هاد المسؤولين المحكمه وجماعه زقوطه والعساتذه ساعات العام اللي يبين لي حقي تطلب من المسؤولين يبينوا لي حقي ها الوثائق ديالي ها هم اش العون القضائي ها الشكايه الاولى ديال المحامي المحضر الشكاية الثانية دفعت الوكيل الملك. ثلاث سنين ودابا انت وانت كتجري في هاد الاوراق. ثلاث سنين وانا قدام تندعي معاهم. الزيتون قال لي قول لهم هو تيقول لي اللي داير البلاد قول لي الزيتون قول له ياخذوا. والارض الا يقول لي الزيتون الارض الارض فيها مزروع فيها الزيتون اش دات الوكيل الملك والعميل. ناخذ اللي الفوق والارض ما تديهاش. هذا هو الوثائق ديالي هما كلهم كلهم شهاده اداريه الدعوه الاولى انتم والحاج ابو جمعه بالعربي حرك شهاده اداريه هاي هذه شهاده هي شهاده اداريه كاتبين هنايا شحال 6720 ولا تتبارك بالخياطي الخياط الله اكبر عليه لا تشريف لا تصبر معايا هذه الجريده الرسميه العدد 6363 المساحة مساحة القطعة بالهكتار هي 6 الهكتار و720 ار ياك هذا هو العبار هذا هو العبار وجمعها بالعربي الحراك مدخلين معايا داك السيد وارث معايا لا بالرقم الاستدلالي اسمح لي اسمح لي بالرقم الاستدلالي بالمساحة بالهكتار لكل ذوي حق يعني كل شيء مقسم كل شيء مقاد جاي ورقة قانونية هذه ورقة قانونية الورقة الأولى ديال 2004 وعلاش المحكمة ما خدتش ديال 2004 نعم هاي وجمع بالعربي حراك راه مكتوبه التعريف الشخصي بالمسائل ديالك بكل شيء نعم هاد الجريده هادشي دليتي به للمحكمه هذا كل شيء في المحكمه هادشي نعم كل شيء هاد الوثائق كاملين في المحكمه ولا شيء الميكرو عافاك ولا شيء ولا شيء ما بينوا لي اذا دابا لما تبغي توجه الرساله ديالك والطلب ديالك لسعاده العميل وجلاله الملك في المحكمه وقيادة زقوطة اللي تبين لي حقي. يعني شنو بغيتي تقول وكيل الملك بالمحكمة؟ ما يعني وكيل الملك هو يبين لي الشكاية نعم ديالي نعم ثلاثة شكايات ولو جلسة واحدة ولو جلسة واحدة. إخوان كان يعني السيد يعني الله يحسن له من 2013 نعم من 2018 نعم ولو جلسة واحدة الله يحسن له ثلاثة المحاميين دابا ماني أنا يهودي وشنو اسرائيلي؟ احنا شوف شوف شريف يهودي ولا اسرائيلي هذا الكلام هذا ما يعني ما عنده حتى شي ما عنده حتى شي معنى ولو جلسه واحده شوف سي بوجمعه انت كتبقى مواطن مغربي باش ما ندخلوش في مواطن مغربي ولو جلسه واحده ولو جلسه واحده في المحكمه نعم تنطلب جلسه واحده في المحكمه جلسه واحده نعم راه ما عطاوني حتى جلسه من 2018 نعم ولا وانا كندعي على هذا الشيء نعم والزيتون ديالي تقول قديه والارض علاش ما نديش الارض؟
علاش يديها واحد اخر؟ علاش تعرض لي عليها؟ علاش؟ الشريف ديالي ما داها حق وراءه طالب. انت دابا انت كطالب بحقك. بحقي. الان يعني الرساله ديالك واضحه، انت كتناشد المسؤولين بالمحكمه ديال سيدي قاسم، كذلك بمصالح عماله سيدي قاسم، كذلك والمسؤولين على الاحواز ديال سيدي قاسم، انهم يوضعوا حد، لانهم عندهم الوثائق، عندهم المسائل اللي ممكن انهم يفكوا هذا النزاع هذا، لانه كتقول لي 30 عام والسيد كيستغل في الارض، فهنا هذا كلام يعني هنا كاين بزاف ديال الحويجات. نعم، كلمة ديالك الأخيرة اللي تبغي تقولها للمسؤولين كذلك، وتوجه يعني نداء يعني ولت السيد إذا كان كيشوفنا الآن، اش بغيت تقول ليه؟ تنقول ليه الله يجازيك بخير، لما عطيني البلاد الأرض ديالنا راه حنا موارثين فيها، راني ضايع، راني ضايع. عندك خوت؟ عندي خوتي، عندي خويا، وعندي ثلاثة البنات. وحدة ميتة وبقاو جوج، وحدة أنت لك لا بغيتي تشوفها، يلاه مرحبا بك في حياتها في عشة. قلت لي ان الوضعيه ديالك وضع والله وشتي تبكي بالله في عشها، شكون عندها بنيه؟ عندها بنيه خدامه عليها وهي مريضه، ما عندها لا ضو ولا ما لا والو، لا تجيها لا معاونه لا يديك لا خليك، ولا بغيتي يلاه تمشي معايا نوريها لك مرحبا. علاش ما تستغلش هذيك وتعيش بها؟ ولو انايا نقانع بلاش، انا اللي خدام عليها كيما كي حيلتي لولادي، حيلتي لاختي، كي عندي نفرق يديا. وانت عندنا رزقنا، خليها لينا بوا وضيعنا، ضيعونا، علاش يضيعونا؟ علاش يضيعونا؟ علاش هذا السيد تعدى علينا؟ كندعيه لله لا ياخذ فيه الحق، لا ياخذ فيه الحق ثلاث مرات، لا يعقل السيد تيقول لك دي الزيتون، تيخود براسه قال لك دي الزيتون، والارض علاش فين مزروع هذاك الزيتون؟ راه في الارض. علاش ما نديش للارض ديالي؟ علاش؟ ضيعني انا مقيد هنايا، علاش؟ هو ما محطوش كاع في جريده رسميه، هو ما كاينش كاع. ما كاينش، ماشي من ذوي الحقوق. نعم. ماشي من ذوي الحقوق هو كاع، تندعيه لله لا ياخذ فيه الحق. ولكن بلاتي شريف، واش السلطات بالنسبه لنا للقيد ديال المنطقه، ويعني راه عندهم علم، انا عارفين يعني عارفين كل شيء، عارفين كل واحد اش كيدير. عارفين اي حاجه. نعم، وعلاش يعني مخلين هذا السيد كيرتاح بهذه الطريقه هذه؟ الظلم، الظلم، أنت شتي بعينك سارح ليا، طالق عليا هذاك السيد، سارح ليا في الجنان دابا الزيتون قصير، تيسرح ليا فيه، تندعيه لله، لا ياخذ فيه الحق، ونطلب المسؤولين يبينوا لي حقي، الملك، شهادة عاش الملك، وجلالة محمد السادس، بشوية عليك بشوية عليك، محمد السادس، والعامل بين لي حقي أنا مزوق فيه، والله سبحان الله هو، والمحكمة تبين لي حقي، ولو جلسة واحدة بغيت دخلت أنا الجلسة نعرف الدعوة شنو فيها. شحال دابا باش دازت الدعوة للمحكمة؟ شحال دابا أول شكاية درتي؟ أول شكاية من 2018. دابا ثلاث سنين داخلين العام الثالث هو. شكاية قال لي المحامي الزيتون راه عطاه لك. والأرض. وعلاش عطاك الزيتون من بلاتي على بلاتي؟ لا هو عاطيني وأنا كنستغلو من 55 عام وأنا كنستغلو، من اللي عقلت أنا عندي 55 عام، من اللي عقلنا وحنا كنستغلو داك الزيتون. هذا هو اللي زرعو. دابا نديرو مثلا أن هاد الأرض ديالو، واش كاين شي واحد غيسمح لك بالزيتون؟ لا ما يمكنش، ما يمكنش، هذه لا يعقل، يعني لا يعقل. يعني التفسير ديالها. لا يعقل. إذا السيد عارف أنه يعني راه يعني راه كاينة شي حاجة ماشي هي هذيك، داك الشيء داك الشيء علاش قال لك سير خذ الزيتون وهنيني. راه الظلم أخويا، هذا الشيء اللي قال لي هو، هو اللي قال القيادة، والقيادة قالتها لي أنايا. نعم. ولكن أنا بغيت الأرض ديالي، أنا الأرض ديالنا وديال با ديال با والشهود راهم مخطوطين. واحد السيد، واحد السيد كاين معنا هنا، رشيد الأسمر، قال لك واش عطاو الأرض بالمغارسة؟ واش كنتو عاطينو الأرض بالمغارسة ولا هو؟ ما عطانا الغرس ديالنا، حنا اللي غرسنا. أنتوما اللي غارسين؟ حنا اللي غارسين. حنا اللي كنستغلو. الشجرة الزيتون شحال عام في عمرها تقريبا؟ راك أكثر مني. هذيك الشجرة أكثر مني أنا. خلقت لقيتها تم. ما زرعهاش هذيك الساعه، انا با خلقت لقى مات با 99 1979 ملي خلقت لقيتها هنا، امي كتجي صغيور انا كتجي تسقط الزيتون هنا، وبا مات في 1979. السي رشيد الاسمر، السي رشيد، هذا السيد هذا باش نفهموك الموضوع، حيت قال يلا التحقتي بنا راه من البدايه، رجعتي للبدايه ديال المباشر غادي تفهم شنو نعطيوك بخلاصه. هذا السيد اللي قدامنا الان هو من ذوي الحقوق، ورث على والديه سبعه ديال القطارات هو ومجموعه ديال الاخوه، ملي جا بغى يستغل هذه الارض ديالو وياخذ الارث، لان الارث حلال كما قال الله سبحانه وتعالى، فالقى الارض ديالو انها مترامي على واحد السيد، واحد ربعه القطارات منها كيستغلهم واحد السيد وكيكريهم. هاد السيد كيقول هو انه ما عمرو شافو مره وحده في حياته. جا تعرض ليا، كداير زي قيطون هنا في الجنان كنسقط الزيتون، جاي عندي قال لي الزيتون ديالي ما تسقطوش. هذا هو اللي كاين في الموضوع. شدعاني عند جوندارم،
شاد عيني على الجوندار، عيطوا لي الجوندار طلعت عندهم قلت لي هذا راني من اللي خلقته لقيت هذا. بلاتي انا بغيت نفهم هذا اللي غيمشي يدعيك عند السلطات ولا عند مؤسسات؟ لا لا دعني عند الجوندارم. راه الجوندارم راه مؤسسه الشريف، راه السلطه هذه. مشيت لعندهم. راه السلطه سلطه عموميه يعني القانون هو اللي كينظمها. اذا راه هذا السيد ملي غادي يمشي عند الجوندارم، انا بغيت نفهم شنو الوثائق اللي كيعطي للجوندارم باش غادي يخرجوا يجيو عندك انت ويستمعوا لك. عيطوا لي مشيت درنا المحضر دفعوا للمحكمه. بناء علاش؟ بناء علاش دار هذا المحضر؟ قال لي هذا المحضر ها انت دابا انت ملي غتخرج دوي غدوي بهاد الاوراق اللي في يدك انك انت المالك ديال الارض. لا مشيتي حبستي راه انت المالك. اي هو شمن باش من صيفه؟ ما عنده وثيقه والو. كون كان عنده وثيقه كون راه جراو عليا انايا، ما بقاش انا في ذاك ما بقاش ديك الارض. تا الزيتون ما نسقتوش، علاش غنسقوا الزيتون انايا؟ هو ديالو وانا نسقتو، راه ديالنا الارض ديالنا، حنا مقيدين فيها. الدوار كلشي الشهود عندنا هاي لاو القضاحي كلشي ها هو ما عنديش. شفنا الوثائق شفنا الوثائق شفنا الوثائق. ماشي هذا اداريه. نعم ها هي النمره البلاد. ها هي الشكايه اللي دفعت الملك الوكيل الملك. ها هي نعم كلشي ها هما هنايا اخويا، كلشي ها هما الوراق ديالنا. الان دابا انت الان كطالب بالمحكمه ومن السيد العامل انهم ينصفوك. تبين حق الله يرحمك الوالدين. ينصفوك ويردوا لك حقك. تبين لي حقي هيا. الا كنتي الا كانوا هاد الوراق هادو ماشي قانونيين راه خاصك حتى تاخذ الجزاء ديالك. الله هيا. باش نكونوا فاهمين. هيا يا اخويا. لانه هاد الوراق ما يمكنش غتبقى تدور بهم تهزهم وكدور بهم وانت ما عندك حتى الا كان السيد على حق حتى هو. باش نكونوا واقعيين. الا هاد السيد جاي لهاد الارض راه ما يمكنش واحد غيجي الارض يدخل ليها هي ماشي ديالو. ويجي ويجي يدخل ويبدا خدام فيها هو ما عنده حتى شي. تيقول لك الزيتون سقطو. ديه الزيتون ديه ديه الزيتون ديه. تيقول المحامي قول لي ديه عاد ديه الزيتون. تيقول القياده قول لي عاد ديه الزيتون. هذا هو السؤال اللي سولته السي رشيد. لا يعقل هذا لا يعقل. لا يعقل. ولا الارض ديالنا الزيتون ديالنا راه الارض ديالنا. راه فيها الزيتون راه الارض فينا هي راه. بلاتي السي عبد المولى قال لك واحد الكلمه بلاتي بلاتي بلاتي. حنا شكرا لكم الاخوان وتحياتي لكم. تبارك الله كاينين الناس اللي ملمين بالموضوع. قال لك هذا يقدر يكون سيناليه للنائب. النائب عنده علاقه بهذا الشيء هذا دابا بلاتي. الارض الا ما كانش قال لك السي عبد المولى الظهراوي الا كان الا كانت محفظه وسناليه النائب ردها لك. ما محفظه ما والو. الارض ما محفظه ما والو. ما محفظه ما والو. والنائب ما دخلش في هذا الشيء. النواب على الحساب زقوطه هما اللي داروا هذا الشيء، هما اللي داروا هذه الفوضى هاد. ها النواب هما اللي مدايرين هذه الفوضى. احنا فين خرجنا؟ اذا دابا هذا السيد هذا غيكون يعني هذا التحرك اللي كيتحرك في ذيك الارض انطلاقا من عند النواب. من عند النواب. هما اللي مدايرين هذا الشيء. وانت ما التجأتيش لهذا النواب باش تشوف الوضعيه ديالك؟ ما عطاونيش حق حتى تلهجت لهم كلهم كيهبطوني حتى العزيب. مشيت للمقاطعه هنايا قال لك ما كاينش هذا. شكرا لك استاذي شكرا لك. مشيت حتى العزيب ما لا لا شيء والو صيفطوني لا شيء. عندك الاراثه؟ عندي. عندك الاراثه اللي مخلي لك الوالد؟ عندي كاينه. كاينه. نعم مزيان كاينه السي رشيد. شكرا لكم اخوتي والله العظيم. الى الناس دابا تفاعلوا معك استاذي، كلشي كيسول كلشي كيبحث كلشي يعني كيعطي ما يفيد حتى هما الناس اللي فاهمين في هذا الموضوع باش يفهموا حتى هما شنو واقع. لان هذه المشاكل كما قلت لك ديال الارض وجع التراب، انا كنقول لي غير وجع التراب، فراه مشاكل كبيره على المستوى يعني ما كاينش شي دار وما كاينش شي عائله اللي ما كتلقاش عندها هذا المشكل هذا. اللي كنتمناو اللي كنتمناو انه يتوضع حد لمثل هذه المشاكل اللي صراحة كتعرقل التنمية بصراحة. لأن الوعاء العقاري ديما كيبقى ها هو السيد دابا كون كانت عنده الأرض ديالو كان ممكن يكون دابا راه حتى هو مدخل الفلاحة وخدام وخدام على وليداتو وناشط وتعتق هذيك أختك اللي مسكينة كتموت بالفقر. خويا دخلنا عليك بالله لما يلا تشوفها والله تتقطع في كلبك بالله عاد تشوفها والله تزيد تبكي. ما هي في حاله مريضه نفسيا. ديت ليها الفقيه جرات ليا بقات عاير ليا فيه. تندي لي انا الماكله، انا اللي كنديرها لها. انا واحد البنيه صغيره عندها 16 عام هي خدامه عليها. الله يشفيها. ولا ما لا ضو والو ضوي على الشمع. مسكين. يلاه معايا تشوف اخويا دخلنا عليك والله غنمشيو 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 عيط الله عيط الله ارزقها الدار ورزقها هنا ورزقها هو ضايع تيدي واحد اخر. علاش يديه هذاك السيد ما تعيش به هي؟ انا ما خصنيش انا عيش عبد ديالي اللي عاد الشيء اللي عطاني بركه. وي هذيك البنت تعيش بهذاك الرزق هذاك هذيك الارض تعيش بهذيك البنت. وهذا حقها شوف الحق حق. انا ما باغيش انا ما باغيش الدنيا انا باغي عندي عشبر واربعه. الله اشهد لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله. لا اله الا الله. عندي عشبر واربعه انا ما عنديش انا مع اخرها قبر. نعم. وهي انا نقايدها لاختين تعطيها لاختين. يلا معايا دخلنا عليك بالله لما يلا في الكوشه سيدي قاسم يلا تشوفها كي دايره الدار عتريب عليها.
والله خويا شتيها بالله تتقطع في قلبك، لك انت ود الرحمه. الله ودي احنا ما نعرفوش. انا كنقول للجميع راه في الكوشه دوا ودوار ميلود، راهم كيعرفوها الناس، تعرفها المقدم، ولو معاونه واحده عطاوها. واحد المرأة اللي هزها. نبقاو عاوتاني غنرجعوا للارض، نتمنوا ان الرساله ديالك توصل للمسؤولين، ونتمنوا يعني انهم يتفاعلوا معك ايجابيا، ويكون ان شاء الله حل هذا المشكل اللي طيح فيه انت. ليس عليهم. شوف اللي دار العمل ديالو غنقول له شكرا، والله يجازيك بخير وبرافو وتحيه من الفوق. هذا الشيء اللي كنتمناو تحل بحال هذه المشاكل، لانها صراحه دابا لا السيد كما كتشوفوا حتى الطريقه مسكين باش كيدوي بطريقه معصب. مرتبك سخاف بعض الخطرات، سخاف كنت بغيت تبان دابز عليها، غنطيح ليه باش يهاجم عليا، هو ولده في الجنان ديالي، ها هو الجنان ديالي هاجم عليا، باش حتى كتصب وانا مدير كايطون، قال لي قد لي الزيتون ديالي، مشى دعاني على الجوندارم وانا ولدي. ودابا بيني وبينك انا غادي نقولها لك بحال هكا، انا بان لي كما قالوا الاخوان اللي معايا هنايا في الناس اللي معنا في المباشر، ان النائب يعني النواب خلقوا لكم الشانت ورجعوا اللور وخلاو. هما اللي خلقوا لي يعني، وقال حتى السيد الاخر دابا حتى هو شوف الله اعلم كيفاش دابا الصياغه كي داير ليها، يعني بزاف ديال الحوايج الضغط علينا بزاف. انت شتي الحاله دابا جيتي غفله لقيتي سارح ليا في الزيتون صغير في الجنه في الواد، راه فينا هو راه ساكن بقره وواحد جوج المعجز راهم دابا حيدهم اللي راك شتي بعينك، راه فرا الزيتون راه ها هو ساكن. انا من الصباح وانا كربل عليه ويلا دخل عليك بالله ما تقول واش مكربل عليه ولا لا. هذا هو الزيتون ديالك، هو هذا الزيتون ديالنا، ها هو في وسط البلاد. هذاك الواد اللي دايس، هذاك الواد اللي هو التلتح الحد، هو ذاك الزيتون اللي ملهي، هذاك هو الحد. واخا نتمناو انه الرساله ديالك توصل وتلقى الاذان الصاغيه وتلقى المجيب وتلقى يعني التفاعل من السلطات. وكذلك هنا كنوجهوا النداء يعني لكل المسؤولين والناس المسؤولين ديال سيدي قاسم انهم يتفاعلوا مع هذا الملف هذا. الا كان السيد عنده حقوق ياخذه، ما عندوش حقوق يمشي دوك الوريقات ما يبقاش يدور بهم بحال هكا على الاقل. يعني معانا شوف ولو نموت ما يديهاش، هو جاي هجم عليا على رزقي، كيدعيني على رزقي، هو ما كيشير والو، ما كاينش والو، هو ما كاينش والو، كاينين الشهود ها هما شاهدين الناس ها هما الشهود عندي ها هما كلشي شهود ها هما كاينين. نعم شهود عندي شهدوا ولو جلسه واحده مع ذاك السيد، علاش يجلس معايا المحكمه، يدخل معايا المحكمه اللي عطاتني عطاته هو دي عطاني انا ندي الحق تنصف صافي، لا كاع دوراقو عنده دوراقو عليها صافي صحتو ديها يخرج معايا المحكمة، علاش ما كيجيش؟ علاش الملف المحضر ديما في المحضر ديما في المحضر؟ في الدراسة دي في أنا اللي في الدراسة، أنا شنو أنا ماشي بنادم؟ أنا بعد المحضر هذا ديما في الدراسة، هاد الأوراق كلهم ديما أنا في الدراسة. حطيتي الورقة ديال الوراثة والوراثة؟ كلشي 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 حطيتي؟ كلشي حطيتهم، دخلتهم ما تيقولوا لي راه في الدراسة، راه في المحضر، راه في الدراسة، المحاميين جوج كلهم تيقدموا استقالة، علاش يقدموا استقالة هاد المحاميين؟ واخا كنتمناو انه يعني وعلى حساب هذا الكلام اللي قلتي نتمناو انه يتفعل الطلب ديالك ويلقى الاذان الصاغيه مره اخرى. يعني كنطالبوا من الناس انه يعني المسؤولين انهم يدخلوا على خط هذه القضيه هذه ويتلقى يعني ويتم حل حاله هذا الملف. والنواب انا كنوجه يعني على حساب الهضره اللي قالوا الناس هنا كاملين، الكل كيقول لك ان النواب راه حتى هما طرف في هذه المساله هذه، لانهم هما اللي يقدروا يعني يقدروا يشرعنوا الترامي ديال اي واحد، ولا يقدروا انهم يوريو يعني راك عارف السلطات اللي معطيه للنواب حتى هما يقدروا يكونوا طرف في هذا الملف هذا. واش ما استجوبتيهمش؟ ما طلبتيهمش في المحكمه؟ ما دعيت حتى واحد انا في النواب، انا كندعي اللي كيحرط ليا البلاد، النواب ما بغاوش يبانوا، ما كنعرفش انا هذا النواب هذا، مشيت عاد قالوا لي هو هذاك، قال لي هذا السيد ما تنعرفوش، النواب اللي في العجيب قال لي ما كنعرفوش هذا السيد. احد الاخوان كيقول لك نصيحه سيدي لا تتهور وتدخل مع الخصم في تبادل العنف، يعني تجنب العنف، تجنب انك تدخل معاه في يعني في تبادل الضرب ولا شي حاجه ولا هو تعرض ليا هو جا هو ولده واللي كاينين البلاد جاو هجموا عليا حتى البلاد ديالي، هو جا هو ولده وجاو هذاك اللي كيحرط البلاد جات انتم راه فينا هو راه سارح ليا الغنم وبقى راه فينا هو كتشوفوا راه الله ياخذ فيه الحق. الزيتون تما هذيك هي الارض ديالنا راه شنو راه كيبان واحد الشخص كاين تما هو ودابة. نعم سي راه هو هو هذا كيزرق يدخل لي انا زارع الزيتون كله هرسوا لي راه يهرسوا دار لي طريق شتي ملي كيكون الصيف كيديروا لي طريق من هنا يخرجوا في هذه الطريق الكبيره هاي. تندعيه لله الله ياخذ فيه الحق الله ياخذ فيه الحق.
واخا بابو جمعه الله يدير تاويل ديال الخير. وكنتمناو السي رشيد الاسمر بدل المحامي، دابا راه دار المحامي الثالث، في انتظار انه المحامي الثالث اللي كنتمناو ليه حتى هو التوفيق في هذا الملف هذا ويسترجع الحق ديال هذا السيد. كما قال ما ضاع حق وراءه طالب، وحنا الثقه ديالنا كبيره، انا درت فيكم الثقه والثقه ديالنا حنا كبيره في المؤسسه ديالنا القضائيه الحمد لله المستقله، اللي كنتمناو انها تطلب الحكومه يعني نعم تبين لي حقي، نعم تنطلب الحكومه دائما تبين لي حقي، تبين لي حقي ضروري تبين لي حقي، راهم معديين عليا. انا عاد درويش، عندي اربعه الوليدات، انا الورثه القسم الورثه باقي ما تقسمش، باقي ما تقسمش، خويا غايب علينا النهار اللي عايزين نقسموه. نعم هذاك الشيء كيبقى بيناتكم انتوما، هذاك الشيء بيناتكم. علاش انا نضيعوا؟ علاش نضيعوا؟ علاش السيد مضيعنا؟ علاش مضيعنا؟ تنضيعوه لله، طرا مالينا لا رزقنا، حنا اللي كاينين. واش حنا اللي كاينين؟ غير انتو هذا هو السؤال اللي بغيت نسولك. حنا اللي كاينين، علاش حنا؟ ما كاينش شي ارض اخرى تلاقيها. حنا ضعاف، حنا ضعاف اخويا، حنا ضعاف، حنا ما عندناش، عندنا الله سبحانه الا هو. وهاد الناس اللي جنبكم؟ هادو كلهم، كل مالهم تراموا عليهم، كان اللي عنده 20 قطار مالهم تراموا عليه، كان اللي عنده 8 قطارات مالهم تراموا عليه. وجاو لك انت؟ حيت انا كانت امي مات با صافي تراموا عليا، مات الوالد صافي. بقيت يتيم، بقيت يتيم. تيدوا عرق يتيمة. لا حول ولا قوة. تدعيهم لله، لا ياخذ فيهم الحق، لا ياخذ فيهم الحق. ديت قد ما ديت، أنا غنموت غنموت، شحال غنبقيت نعيش أخويا؟ شحال عندي 55 عام. نعم. شحال نعيش؟ شحال نعيش؟ نولي غني، ندير طيارة، ما ندير والو. أنا باغي عا نعيش. ما يدير لي الناس ديالنا. سميت هاد الدوار؟ هذا ولاد حداد. ولاد حداد. آه. نعم، مشاهدينا متابعي قناة شوف تيفي، كنتم معنا من ولاد حداد بالضبط من جامعة زكوطة إقليم سيدي قاسم، مع بابو جمعة اللي كيطالب بالحق ديالو، الحق ديال الإخوة ديالو اللي كيعانيو الفقر المدقع، اللي كيعانيو يعني البؤس، والأرض ديالهم مستغلة من طرف ناس أخرين اللي هي من حقهم كما شفنا. فالناس يعني كاين الاسم ديالهم في الجريدة الرسمية، كاين ما يفيد أنهم يعني ذوي حقوق، لكن الآن هما محرومين في انتظار أنه والملف الان راه بيد المحكمه. نتسناو يعني الانصاف اللي الانصاف ديال هذا السيد ويرجعوا لهم الحقوق ديالهم، في انتظار انه الدار يعني يعني الدار يعني اللي خاصو يدار في هذا الملف هذا، ويتم تفعيل المسطره القانونيه في هذا الاتجاه هذا، واللي عنده الحق ياخذه واللي ما عندوش. هذا السيد تنطلع، هذا السيد راه ما لاباس عليه، هذا لاباس عليه، ما مخصوص ما والو اللي شاد هذا الارض. ما مخصوص، حنا رانا ما خدمش نهار ولا لا كليتو، والله لا كليتو، كون ما كانش واحد الوليد معاوني وراني تنطلب تنمد يدي. الله يرضي عليك.